السلام عليكم طلابي الأعزاء، كيف حالكم؟ اليوم درسنا لليوم هو قواعد، عنوانه إن وكأن. نحن نعلم أن الجملة الإسمية تبتدأ بمبتدأ وخبر، فلدينا هذه الجملة الصداقة عنوان. الصداقة هي إعرابها مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وعنوان خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. ولكن عندما تدخل إن حرف إن عندما يدخل على الجملة الإسمية فتتغير حركة المبتدأ. نلاحظ هنا حركة المبتدأ أصبحت مفتوحة، وكانت قبل قليل هي مضمومة من المبتدأ مرفوع على مترفعه الضمة الظاهرة على آخره. إذن عندما تدخل إن على الجملة الإسمية ينصب المبتدأ ويسمى اسمها، وثم يرفع الخبر ويسمى خبرها. نلاحظ إعراب الصداقة فيصبح اسم إن منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، لاحظوا هنا. أيضا عنوان، كلمة عنوان تعرب بأنها خبر إن منصوب مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. أيضا لدينا المثال الآخر، إن الحق منتصر. فأصل جملة الحق منتصر هي مبتدأ، هي جملة اسمية كما شرحنا في المثال الأول، فأصلها مبتدأ وخبر. الحق مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، ومنتصر أيضا هي خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. ولكن عندما تدخل حرف إن عندما يدخل على الجملة الإسمية فيغير بحركة المبتدأ، ف يصبح الحق منصوبا، فتتحول من الضم حركة الضم إلى حركة الفتح. لنلاحظ هنا أن الحق، كلمة الحق هي مفتوحة، لماذا؟ بسبب دخول حرف إن عليها، فتصبح الجملة إن الحق منتصر. إعراب الحق هي اسم إن منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، ومنتصر هو خبر إن مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. أيضا بقي أن نقول في بالنسبة لحرف إن أنها هي تستعمل أو تفيد للتوكيد، تمام؟ إذن هي تستعمل فقط للتوكيد، كأن أقول أن الحق منتصر، أنه سوف ينتصر لا محالة، وأن الصداقة عنوان المحبة، إذن هي توكيد على الجملة. لدينا الجملة التالية، كأن المعلم أب. طبعا نردها لأصلها كما في الأمثلة التي قبل. المعلم أب هي جملة اسمية ابتدأت بمبتدأ مرفوع وعلامة رفعه كما نلاحظ الضمة، وأب هو خبر مرفوع وأيضا كما نلاحظ علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. ولكن عندما دخلت إن على الجملة الإسمية تنصب المبتدأ ويسمى اسمها، وترفع الخبر ويسمى خبرها. أيضا هنا لدينا في المثال الآخر أن النجوم مصابيح، إذن عندما نرد الجملة إلى أصلها، نعيدها إلى أصلها، فهي تكون النجوم مصابيح، أي أنها جملة اسمية ابتدأت بمبتدأ مرفوع وبخبر مرفوع، ولكن عندما دخلت عليها عندما دخلت عليها كأن أصبحت المبتدأ، طبعا تتغير حركته مثل ما وضحنا في الأمثلة السابقة، من ضم إلى فتح، فتصبح النجوم كأن تقرأ كأن النجوم مصابيح، فتصبح إعراب النجوم اسم كأن منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وثم
إعراب مصابيح خبر كأن منصوب، عفوا مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. الآن لدينا القاعدة لنقرأ سوية القاعدة. القاعدة إن هو حرف يدخل على المبتدأ والخبر، ينصب المبتدأ ويسمى اسمها مثل ما شرحنا في الأمثلة السابقة، ويرفع الخبر ويسمى خبرها. من أخواتها الحرف كأن، إذن أن وكأن هما أخوان. كأن لدينا المثال التالي، كأن النجوم مصابيح. بقي أن نقول أن تستعمل إن للتوكيد مثل ما تحدثنا في المثال السابق، إن الحق منتصر، أي إن الحق منتصر لا محالة. أما كأن هي تستعمل أو تفيد للتشبيه. نعم، المثال التالي، كأن النجوم مصابيح، فهنا شبهنا النجوم بمصابيح مضيئة في الليل. لدينا الآن طلابي الأعزاء تمرين محلول سوف نحله سوية. تمام، الأمثلة هي التي ذكرناها قبل قليل، ووضعنا هنا جدول تماما مثل التمرين أو التمارين التي موجودة في الكتاب، ولكن أحب أن نقوم بحله سوية مع بعضنا البعض. إن وكأن، طبعا هنا لدينا جدول يجب أن نملأه، معناها أن هل هي للتوكيد أم للتشبيه، ثم اسمها وخبرها. لدينا المثال الأول، إن الصداقة عنوان المحبة. طبعا هنا ماذا نضع أيها الطلاب المجتهدين، ماذا نضع؟ طبعا إن طبعا نضعها في هذه الخانة، معناها هل هي للتوكيد أم هي للتشبيه؟ طبعا أحسنتم، هي للتوكيد. إذن نعم اسمها، نعم جميعنا ننتبه إلى المثال الأول، الصداقة، إذن اسمها الصداقة. أما خبرها وهو يكون طبعا مرفوع اللي هو عنوان، إذن الصداقة، ننتبه إلى الحركة عنوان. أيضا في المثال الثاني، إن الحق منتصر، إن نكتب في هذه الخانة إن، يا ترى معناها أيضا للتوكيد؟ نعم أحسنتم، هيا أجيبوني. اسمها، ما اسم إن في الجملة الثانية، إن الحق منتصر، اسمها الحق. نعم ننتبه لحركتها. وخبرها منتصر. نعم أحسنتم. أيضا نحل المثال الثالث، كأن المعلم أب. نعم ماذا نكتب في هذه الخانة؟ هيا نعم ماذا نكتب؟ نعم أحسنتم، كأن. نعم يا ترى ماذا تفيد كأن؟ تفيد التشبيه، أحسنتم، تفيد التشبيه. ما هو اسمها؟ المعلم، المعلم، انتبهوا. وخبرها أب مرفوع. أيضا نقوم بحل آخر مثال، كأن النجوم مصابيح، أيضا نضع هنا كأن، معناها التشبيه. اسمها النجوم، ننتبه إلى حركة الكلمة، النجوم مفتوحة. نعم أحسنتم. وخبرها مصابيح، مصابيح. تمام، إذن نحن قمنا معا سوية بحل هذا المثال. طبعا ويوجد في الكتاب أيضا نفس السؤال، يطالبكم بعمل جدول مثل هذا الجدول، إن وكأن ومعناها بالإضافة إلى اسمها وخبرها مع الحركة، حركة الاسم وحركة الخبر.
طبعا تقومون بعمل مثل هذا الجدول تماما من أجل حل التمارين. لدينا الآن طلاب الأعزاء مثال في الإعراب، سوف نعرب المثال التالي: إن النصر قريب. نعم، إن هي تفيد، إذن حرف يفيد التوكيد، عفواً، إذن حرف يفيد التوكيد، تمام، ينصب المبتدأ ويرفع الخبر. نعم، إن حرف يفيد التوكيد، ينصب المبتدأ ويرفع الخبر كما شرحنا في الأمثلة السابقة. النصرة إعرابها سوف يكون على الشكل التالي: اسم إن منصوب، وعلامة نصبه نلاحظ هنا الفتحة. نعم، أحسنتم، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، تمام. قريب كيف لنا أن نعربها؟ قريب هي خبر، إن مرفوع. نعم، أحسنتم، إذن هيا نعرب سوية: خبر إن مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. إذن هكذا طلابي الأعزاء نكون قد أنهينا درس إن وكأن. نعم، أعربنا في آخر الدرس، أعطينا هذا المثال في الإعراب: إن النصر قريب، وهو يكون تماما تعربه كما تقوم بالإعرابات الثانية في الكتاب. وأيضا قمنا بحل تمرين سوية، تمرين على إن وكأن، تمام. إن شاء الله هيك بالتوفيق إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.